أهلا بكم في الموجز الاقتصادي. حذر خبراء اقتصاديون من استغلال الأموال الفائضة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط في العراق لحساب قانون الأمن الغذائي. وأوضح الخبراء أن قانون الأمن الغذائي لا يمكن أن يكون بديلا عن قانون الموازنة لكونه مقتصرا على فقرات محدودة، وأن أي تجاوز عليه من خلال الاحتيال سوف يؤدي إلى ضياع الأموال وفقدان هدفه المتعلق بتوفير الغذاء للمواطن عبر البطاقة التموينية. وفي وقت سابق أقر وزير المالية الحالي علي عبد الأمير علاوي بأن العراق سيحقق مكاسب غير متوقعة بقيمة 25 مليار دولار خلال 6 أشهر من جراء ارتفاع أسعار النفط، فيما يؤكد مراقبون للشأن العراقي أن تلك الأموال ستذهب إلى جيوب السياسيين والفاسدين. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق تجاوز السعودية في صادراته النفطية إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة في تقريرها إن متوسط الاستيرادة الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول بلغت 5,283,000 برميل يوميا، مرتفعة بمقدار 453,000 برميل عن الأسبوع الماضي. وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 266,000 برميل يوميا الأسبوع الماضي، متجاوزة بذلك السعودية التي بلغت صادراتها إلى أمريكا معدل 255,000 برميل يوميا. أعلنت الحكومة اليمنية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 وإحالته إلى البرلمان. ولفت مصدر مطلع إلى عدم وجود شفافية في إدارة المال العام في اليمن، وهي مشكلة مزمنة تعاني منها البلاد منذ عقود، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة طوال السنوات الماضية لم تلتزم بوضع ميزانية تحدد حجم الإيرادات وأوجه الإنفاق وفقا لضوابط وإجراءات قانونية. قال موقع انفستوبيديا الاقتصادي الأمريكي إن مشكلات اقتصادية متراكمة تعيشها عدة دول عربية نتيجة التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا. وأشار تقرير للموقع إلى أن حالات التخلف عن السداد غالبا ما تكون ناجمة عن أزمة اقتصادية تؤثر على الدولة المتعثرة، كالاضطرابات السياسية والإنفاق العام المفرط والديون، وكلها إشارات تحذيرية تؤدي إلى التخلف عن سداد الديون السيادية. وبحسب التقرير فهناك احتمال كبير بإفلاس عدد من الدول العربية منها اليمن والسودان وتونس ومصر. وفي وقت سابق حذرت 4 مؤسسات مالية واقتصادية دولية مجتمعة، وهي البنك وصندوق النقد الدوليان ومنظمة التجارة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي، حذرت من تداعيات الحرب في أوكرانيا على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي برمته واحتمال إفلاس عدة دول نتيجة لذلك. أغلقت أسعار النفط على خسارة أسبوعية بأكثر من 5 دولارات مع اختتام تعاملات الأسبوع. وأغلق خام برنت في آخر جلسة له على انخفاض بمقدار 2.13 دولار ليصل إلى 111.70 دولار، ليسجل خسارة أسبوعية كبيرة بلغت 5.5 دولار، أي بما يعادل 4.92%. فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على خسارة بمقدار 2.02 دولار ليصل إلى 102.07 دولار للبرميل، ليسجل خسارة أسبوعية بلغت 4.88 دولار أو ما يعادل 4.56%. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.